انصب اهتمام المملكة المغربية تحت الرعاية المولوية الشريفة على العناية بالبنية الطرقية باعتبار دورها الفعال في النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياحي، وكذلك لمساهمتها في إعداد التراب الوطني وتعزيز الاستثمار وفك العزلة عن الساكنة القروية، حيث أنها تؤمن 90% من نقل الأشخاص و 75% من نقل البضائع. بنفس الإرادة والطموح، فإننا عازمون على مواصلة إنجاز التجهيزات الكبرى بكل مناطق المملكة، تعزيزا للتقدم الذي حققه المغرب في مجالات توسيع شبكات ومحطات النقل والمواصلات وإقامة مناطق حرة وأقطاب صناعية مندمجة. فمنذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سدة الحكم، أعاد توجيه دفة الاقتصاد الوطني عبر إطلاق العديد من الأوراش الكبرى والتي همت قطاعات متعددة، منها القطاع الطرقي، إذ عرفت الشبكة الطرقية تطورا ملحوظا، فقد انتقل طور الطرق المعبدة من 29 ألف كيلومتر سنة 1995 إلى 42,158 كيلومتر سنة 2015. ولملائمة الشبكة الطرقية مع ارتفاع وسيرة حركة السير ومتطلبات الدينامية الاقتصادية، تم إحداث 1588 كيلومتر من الطرق السيارة التي تربط 8 مراكز جهات: طنجة وجدة، فاس الرباط، الدار البيضاء مراكش، بني ملال، أكادير، عبر عدد من مدن المملكة. وستصل هذه الأخيرة في أفق 2016 إلى حوالي 1800 كيلومتر، وذلك بعد الانتهاء من أشغال الطرق السيارة الجديدة أسفي وطريق السيار الدائري المداري للرباط. إضافة إلى ذلك، تم إنجاز طرق سريعة، وهي عبارة عن طرق مهيكلة ذات طابع وطني وجهوي بمواليج للطرق السيارة وطرق مدارية للمدن، لتسهيل العبور للمناطق الصناعية واللوجستية وضمان سيولة حركة السير. وقد أنجز حتى الآن 900 كيلومتر من الطرق السيارة، بالإضافة إلى 300 كيلومتر في طور الإنجاز، ليصل طولها سنة 2017 إلى 1200 كيلومتر. وعيا بالدور الأساسي الذي تلعبه الطرق القروية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة لجميع جهات المغرب وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية، فإن البرامج الوطنية للطرق القروية مكنت من رفع نسبة ساكنة القرى بالشبكة الطرقية إلى 79% بعد أن كانت هذه النسبة حتى حدود 1995 لا تتجاوز 34%. هذا الربط تحقق بفضل شبكة طرقية قروية يفوق طولها اليوم 24 ألف كيلومتر، إضافة إلى 1900 كيلومتر في طور الإنجاز. ويتم إنجاز هذا البرنامج بشراكة مع المجالس القروية والإقليمية والجهوية، وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر برامج التأهيل الترابي، حيث أنجز 600 كيلومتر بالإضافة إلى 1200 كيلومتر في طور الإنجاز، ومكنت هذه البرامج من تخفيض كلفة نقل الأشخاص والبضائع وارتفاع نسبة التمدرس والاستفادة من الخدمات الصحية. كما أولت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك اهتماما كبيرا لصيانة الطرق والمحافظة على الرصيد الطرقي بهدف المحافظة على مستوى أدائها وتأمين السلامة لمستعمليها،
حيث قامت بصيانة ما يناهز 31,500 كيلومتر. ولتدبير الشبكة الطرقية تعتمد الوزارة على مجموعة من المؤسسات كمصالح آلية الأشغال العمومية والمركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية ومعهد التكوين على الآليات والصيانة الطرقية، إضافة إلى مجموعة من المختبرات المعتمدة. وقد تمت الاستعانة بتقنيات جديدة وحديثة في أشغال الصيانة بغية تخفيض التكلفة وضمان جودة أفضل والمساهمة في التنمية المستدامة. ولتعزيز استغلال الشبكة الطرقية المعبدة على مستوى الخدمات والتغطية والسلامة، تعمل الوزارة على تزويدها بمعدات التشوير الطرقي ووسائل السلامة الطرقية، مع ضمان استمرارية السير عن طريق فرق التدخل الاستعجالي لإزاحة الثلوج والرمال والصيانة الدورية للطرق. مكنت الوضعية الحالية للشبكة الطرقية من تقوية اقتصاد المغرب وجلب استثمارات جديدة، مما يسر له تبوؤ مراتب متقدمة على المستوى الإفريقي والعربي والدولي. كما يعتبر نظام التدبير الطرقي بالمغرب وكذا بنك المعطيات الطرقية من أفضل الأنظمة على المستوى الإفريقي، وذلك بشهادة مؤسسات ومنظمات دولية مختصة، حيث أفاد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2015 الذي يعتمد في تصنيفه على جودة البنية التحتية في مجال الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، بأن المملكة المغربية تتوفر على أفضل بنية تحتية في منطقة شمال إفريقيا، والثالثة قاريا والسادسة عربيا. وعلى الصعيد العالمي فقد صنف المغرب في المرتبة 55 من بين 140 بلدا، ليحقق المغرب بذلك معدل 4.17/7 من مؤشر الشبكة الطرقية.